رمضان بداية، بداية لمعاملة أفضل مع الله. رمضان بداية جديدة لمعاملاتك مع الناس، بداية لعام عبادي جديد تسطر فيه أعمال المسلم في صحيفته السنوية. يعني رمضان بداية، بداية للقلوب، بداية عشان نعامل المحبوب في كل شخص، عشان نتعامل مع بعض المعاملة الطيبة، علشان نتقي ربنا سبحانه وتعالى، لأن رمضان شهر الجود وشهر التعامل الحسن مع الجميع. فكر دايماً وتأكد إن حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، لأن المعاملة الحسنة صدقة، والصدقة قبل ما بتنزل في كف الفقير بتنزل في يمين الرحمن، ابتداء من زوجتك ومع أولادك ومع جيرانك. إذا ما أهنت فليكن ردي كما نصحني النبي صلى الله عليه وسلم، إني صائم إني صائم. المعاملة الحسنة في كل أيام العام، لكن في رمضان يحتاج الإنسان إلى أن يراجع نفسه في تعاملاته مع الناس، حتى نتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وبأوامره ونواهيه التي وردت في كتابه. خليك رحيم بالناس، شهر رمضان هو شهر الرحمة والتراحم. كل عام والكون كله أكثر سكينة وهدوءا وأمنا وأمانا، وكل عام وأنتم بخير.